رمضان كريم مش بس كلمة بنقولها، لأن رمضان كريم فعلا في كل حاجة، في أبواب الخير اللي بتفتح فيه، وفي البهجة اللي بتكون موجودة في الشوارع لما بنشوف الزينة والفوانيس. وكمان رمضان كريم في الأكل، لأن في أكلات معينة مش بنشوفها غير في رمضان، واللي بنسميها ياميش رمضان. ولأن البلح هو أول حاجة بنفطر بيها، وهو أهم حاجة في ياميش رمضان، فإحنا النهاردة موجودين معاكم علشان نعرفكم على أنواع البلح المختلفة، ونعمل إيه وإحنا بنشتري البلح، وإيه أحسن حاجة نشتريها، وكمان الأسعار. بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة قدوم شهر رمضان، أعاد الله علينا وعليكم باليمن والبركات. طبعا في التمور أنواع كتير، في تمور اللي هي المصرية اللي احنا عارفينها، في التمور الوادي، وفي تمور الواحات، وفي تمور سيوة. دي بالنسبة للحياة الشعبية. طبعا في تمور بتيجي من الخليج اللي هي تمور المشدول، وتمور البرحي، وتمور السكري، وتمور المفتول. دي كلها بتتراوح اسعارها، وفي تمور خضري اللي هو بتاع المدينه، وفي تمور المدينه اسعارها اعلى طبعا من المنتجات المصريه. فيعني بالنسبه لظروف الناس بيفضلوا المنتجات المصريه اللي هو تمور الوادي وتمور الواحات وسيوه، اللي بتتراوح اسعارها من 20 ل 25. تمور السعودية طبعا تعتبر هي رقم واحد في منطقة الشرق الأوسط، عشان كده اللي هو الرطب السكري بيتراوح من الكرتونة بتكون 300 جرام، بتراوح سعرها من 55 ل 65 سعر الكيلو، يعني الكرتونة تقريبا ب 175 في العرض. وفي اللي هي تمور الخضري، وفي تمور المشدول. طبعا المشدول دلوقتي بيتزرع هنا عندنا في مصر في توشكا، وفي في الواحات، وفي في الفرافره. المجهول طبعا يعتبر التمر رقم واحد على مستوى العالم. بينزل بيتحط طبعا، بيطلع في المحصول بتاعه وبيتحط في ثلاجات وبيتجهز، بيتعمل له غسيل، بعد كده تجفيف البخار، بعد كده بيحصل له عمليه تعبئه. في كراتين 5 كيلو، وفي كراتين 10 كيلو، وفي اللي هي البرانيك بتكون 20 ل 25 كيلو، وفي ناس بتعبي في علب، في 26، في علبه 600، في علبه 700، في علبه 800، في 1000، في كيلو ونص، في لحد 2 كيلو. ده بالنسبه للتمور اللي هي بنسميها النوع اللي هو الطري. في بعد كده في تمور ناشفه اللي هي بتكون فصوان. طبعا انواع، في انواع كتير، في البلح الشامي، وفي بلح اسمه كده سوداني اللي هو بيبقى بيعمل زي الفول السوداني كده، بيجرش يعني. في بالكابي، وفي اللهم صل على سيدنا محمد سكوتي، وفي انواع كتير يعني من البلح الناشف. كل ده طبعا احنا عارفين الست المصريه بتجهز البلح الناشف، بتحطه في لبن مثلا، بتعمل على الخلاط. في الاونه الاخيره بدات الشركات والمصانع تطور انتاج التمور. دلوقتي في تمر محشي باللوز، في تمر محشي بالكاجو، في تمر محشي بعين الجمل، في تمر يعني بداوا يدخلوا فيه المكسرات. في تمر طبعا بيتعمل بالشوكولاته البيضاء، وفي تمر بيتعمل بالشوكولاته البني. التمور علشان نعرف جوده التمور لازم يفضل يعني، او يعني الواحد لو راح يشتري كيلو مثلا، يفضل ان هو يشتري مثلا 70% او 80% من البلح يكون فيه الجمع بتاعه اللي هو ده. ليه؟ لان الجمع بتاعه ده بيمنع دخول اي شيء، سوس او حشرات او تراب او اي شيء يخش جوه، بيخش على النوايا، بيعمل جوه زي عنكبوت، بيبوظ البلح. فيفضل الواحد يشتري بلح يكون فيه الجمع بتاعه. بالنسبه لجمر الدين طبعا الاسعار بتبدا مثلا المصري من 20 ل 25، السوري بيبدا من 30 ل 40. وانتوا بتشتروا جمر الدين لازم يكون العلبه تكون مجفله كويس. زي ما قلت احنا طبعا الايام دي ربنا يزيح الغمه ان شاء الله. فيروس كورونا طبعا خلى كل الناس بتمشي تلفت حواليها يعني، فلازم الواحد يهتم جدا ان التكفيل بتاع جمر الدين يكون كويس. لازم تشوفي الاطراف بتاعته، لو هي من جوه الكيس برضو ممكن تكون مخزنه مش بطريقه مش كويسه. الاطراف بتاعتها مثلا ممكن يكون عليها اي حاجه، عليها تراب، عليها لا قدر الله مثلا دبانه، حاجه زي كده. فالواحد يهتم ان التكفيل يكون كويس بتاع العلبه نفسها، والشكل بتاعه ما يكونش غامق خالص. لو هو غامق خالص يبقى معروف ان هو متخزن في تلاجات من السنه اللي فاتت. اضافه للتمور طبعا في المكسرات اللي هي النواشف، اللي هي عين الجمل، وفي البندق، وفي الكاجو خلاص، وفيه اللوز. فلازم الواحد يهتم شويه وهو بيشتري ان الحاجه تكون لونها فاتح وممكن تدوب يعني او تشم ريحتها.